كشفت الصحيفة التركية أجنان سبور أن المبدع المغربي حكيم زياش بات مطلوبا بقوة من أندية كبيرة في البطولات السعودية. وتابعت الصحيفة أن العروض اللافتة التي بات يقدمها الأسد المغربي أصبحت توري بعض الأندية السعودية الوازنة وتتسابق للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي المقبل. وأمام المردود الباهر الذي يقدمه زياش في مباريات فريقه غالاتاسراي بالبطولة التركية وعصبة أبطال أوروبا، فمن المستحيل أن يتم التفريط فيه من طرف إدارة فريقه التركي، كما أن جماهير قلعة غالاتاسراي لن تسمح بمغادرته لفريقه نظرا للشعبية الكبيرة التي يحظى بها من جماهير فريقه الحالي. كما اختارت العصبة الاحترافية للبطولة الفرنسية الدولي الأولمبي المغرب نائل العناوي نجل أسطورة المغرب في التنس يونس العناوي كأفضل لاعب شاب لشهر نوفمبر ببطولة ليغ آن الفرنسية. وتفوق نائل صاحب 23 سنة على لاعبين تنافس معهم على الجائزة كالبرتغالي تياغو سانتوس من نادي ليل والفرنسي إتيان كوينكي من نادي لوهافر.